بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الوقت السعيد وفي هذا المكان المبارك وفي برنامج الافتراضي تاكيدا وتمنينا الاخوه الاسلاميه اهدي لكم تحيه فائقه من قلبي amirin bihubbikum wa mu'tarifin bima ladaikum minal parohi wa surur tahiyatan islamiyatan tahiyatan ahlul jannah tahiyatan mubarakata min indillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal ard وَوَهَبَ لَنَا نِعْمَهُ الكثيرة وَهَدَانَا إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَفَضَّلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ بِالنُّورِ السَّاطِعِ والبرهان القاطع والهداية التامة وسعادة العامة وقال اللَّهُ تَعَالَىٰ في كتابه الكريم أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أما بات أيها الأساتذة الكرماء والفضلاء وأصحاب عيزة والنبلاء قبل كل مقاصد ومطالب ألا نتغفل لحظة ولا نتعطل لمحة على ما من الله لنا من صحة وعافية بإذن الله وأشكر جزيل الشكر وفائق الاخترام إلى رئيس الجلسة وأخص مجلس التحكيم الآدلين الذي قد

أيها الأساتذة الكرماء والبدلاء في هذا العصر التقدم العلمي والتقني أو التكنولوجيا أو خلال الثورة الصناعة الرابعة والصفر إلى تحديات الثورة التالية كان الناس يشتغلون في أمور دنياهم ويتسابقون على اكتساب متطلبات حياتهم الدنيوية لينالوا سعادة الدنيا وتوفر الأموال لديهم وأكثرهم لا يبالون بالأمور التربوية الأساسية بل يتركونها ولا يهتمون اهتماما كبيرا بتربية الأخلاق الكريمة أفرادهم. وكم من دولة نرى انهطاطها ليس الا بسبب سوء خلق مجتمعها، متصفون بالعاده السيئه ومتزينون بالاخلاق الذميمه، ومن بعد العاده واخلاق الذميمه في المجتمع هي تشتمل امراض القلوب والالسنه، كالغيبه والنميمه والحسد والكذب والتجسس والحقد وغيرها من العاده السيئه. وسؤالنا الآن وسؤالنا الآن كيف نعالج هذه العادة السيئة؟ أي هذه الأهلاك الزميمة انتشرت وتزينت في نفوس المجتمع حتى تكون بريئة منها فالجواب ليس إلا بالأهلاك الكريمة نفسها وتأزيز تعليم اللغة العربية كافة ويا أيها المشاهدون لمعالجة التفصيلية على وهي أولا على الدولة أو الحكومة أو الكبار المؤسسة التربوية أن يتم اهتماما كبيرا بهذه الحالة ويضع منهاجا خاصا لتربية الأخلاق وتعزيز تعليم اللغة العربية لأن العربية مصدر أساسي لفهم القرآن والقرآن هي مصدر لعملها الهياء اليومية فمعنها إذا اللغة العربية ليست بعيدة بل قريبة إننا ولسلامة الإنسان فهو بالقرآن المتين وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تأكلون الآية ثانيا على الناس في المجتمع أن يتعلموا حتى يشعروا بأهمية اللغة العربية أن الأمم متحدة قد قررت هذه اللغة بهذه اللغة الرسمية ولكل سنة نتفلوا باليوم العلمي العالمي للغة العربية في التاريخ 18 من ديسمبر ثالثا على الطلباء والطلبات أن يتعلموا ويجتهدوا في تعلمهم ليكونوا علماء عاملين ورجاءً أن اللغة العربية مفتاح العلوم الدينية أو الدراسات الإسلامية. رابعاً على الآباء والأمهات أن يربوا بأبنائهم بتعليم اللغة العربية في المؤسسة التعليمية. لأن من يتعلم العربية سيثبت بدليل أن هذه اللغة وسيلة الآداب وإدارة الصفات السيئات. إنما بُعثت ليتمم مكارم الأخلاق. إخواني وأخواتي في العقيدة الإسلامية عليكم بِتَقْوَى الله وجتني الفوايش والمنكر واعلموا ما أمر الله به ورسوله من أعمال الطيبة والأمور الحسنة لتكون من الصالحين الناجين الفالحين في الدنيا والآخرة طيب Iktapa itu huna kalami jazilah syukri ala husni ihtimamikum wastimaikum iya ya atadiru al khotiat walagolatot minkum wabilai topik wal hidayah waridawal inayah thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara pertama. Dur -dur diraih oleh Alivia Naila dari SMA Almahira dengan perolehan poin 190. Selamat atas para pemenang lomba.